أيها الساحر الحكيم، أيها الناقد الحليم، هاتي من بيضك العظيم، هاتي شوحا يا شوحا، متع القلب من لقاك، شوحا يا شوحا، أيها الساحر الحكيم، أيها الناقد الحليم، هاتي من بيضك العظيم، هاتي شوحا يا شوحا، متع القلب من لقاك، هاتي. يا رب يا أمان، كلام سيس، حكي سيس، الله أكبر على كلام. أهي شوحا يا شوحا، أيها الساحر الحكيم، أيها الناقد الحليم، هاتي من بيضك العظيم، هاتي شوحا يا شوحا، متع القلب من لقاك، شوحا يا شوحا، أيها الساحر الحكيم، أيها الناقد الحليم، هاتي من بيضك العظيم، هاتي شوحا يا شوحا، متع القلب من لقاك، هاتي. كاين اللي متزوج وكاين اللي عنده مرأة. عيشك يا اخويا جحر، انت كيما هالمطرب ما في حظ، شو بدي اعمل لك اذا كل ما بتسعى بتضيع منك التسعة؟ اذا ناوي تدر التسعة انت ضيعت عمرك، اذا ما نصبتش ينصبوه لك. ليش نسيت انه النصب فن وذوق وذكاء؟ وين درست هذا الفن؟ في مدرسة ابو شولو. يا ريتك كنت معنا، كنا على القليل تعلمنا كيف نطور النصب والاحتيال. تقصد يعني النصب؟ بتعرف يا جحا، نحن عادة بننصب على الاغنياء، بس نصبنا بيكون لصالح الفقراء. وكيفاش تنصبوا يا سيدي؟ اسمع يا جحا أفندي اسمع، مرة نصبت على وحدة مرة، قمت بعد يومين اكتشفت انه مرتي محامية. تعرف يا جحا، انا مرة نصبت على ابي واخذت منه 1000 دينار ورحت لحتى اتخبى بمغارة الديك، قمت لقيت ابي واقف جنب المغارة وحامل عصاية عم يستناني. اسمع، انا نصبت اول مرة في حياتي واخرها على واحد العجوز في الغابرين، اخذت منه مضلة رأس بحجة ان الحرارة غالية وفتح المسكين. معناتها ما في فرق بيننا وبينك، انت نصاب مؤدب ونحن نصابين على منضجية. السلطان بلش يقرقني. عم يقرقك؟ ايه. طيب والحل؟ صار لازم نحلق له وعالناعم. نحلق له وعالناعم؟ طيب شلون؟ لك هات سلطان جبان، ورقة، نفخة هوا بتشيله من شروشه. عريف؟ يا عريف لنفرض انه السلطان رحل عن المملكة، كيف بده يكون وضع المملكة من بعده؟ شو؟ اي واحد من الشباب الطيبة بصير سلطان؟ لك شو هي صنعة بعقلي؟ طيب وإذا انكشف الأمر؟ أي أمر؟ أمر العمل على أسطات السلطان. هلأ بعد 5 سنين ما كعينا ورانا تكعاية بالحواري جاي تحكي هيك حكي؟ ما حبيتها منك بنوب. اكتب لألك اكتب. اكتب؟ أنا ما إلي بالعلم، جاهل مثلك مثلي. جيب لي مفيد الحموي على الحارك. سمعت انه مريض. لك لا مريض ولا شيء، هو بس عم يتحجج. قل له ابو شرب بده ياجي فورا. طيب حاضر، هلا رايح لعنده فورا.
جحا. نعم. عندك زيارة. زيارة؟ شكون هاد الزير؟ وحدة ست. مرأة. لكن على الزواج أنا متزوج، عندي وحدة بزاف. يلا جحا توكل على الله، رح نساويك صهرنا، شو رأيك زوجك وحدة سحمانية أخته لهذا المغني؟ بحمير. خلصني جحا. شو لحا؟ انت انصرف واستناني برا وراقب لي جو كتير منيح. الله يكرمك. قرب يا جحا. انا قريب يا سيدة. انا السلطانة. السلطانة؟ هي بالذات، لا تفضحني. علي جيت يا مولاتي؟ لا تخاف، انا قصدتك بالخير وانت من اهل الخير. انا وقعت بين يد نصابين يا مولاتي. قولي لمولاي انا ما عندي حتى علاقة بعصابة ابو شنب، الصدفة هي اللي قادتني اليوم. ولا يهمك، أنا رح أسعى لحتى تطلع من السجن. خلي بركة ما زالوا يامات. خلي يوم بين السجن، خليك بقى، شو رأيك؟ لا لا لا، موافق موافق موافق، بشرط عندي واحد التاجر صاحبي يخرج معايا. مظلوم مسكين. موافقة، وأنا عندي شرط، أول ما بتطلع بتجي بتزورنا بالبيت أنا والسلطان. على راسي مولاتي. يسلم راسك. خير يا مولاي؟ شبك؟ استغفر الله العظيم. سلطانة شفنا بنا مش كويس. احكي لي، تقبرني احكي لي. مش كويس، استغفر الله العظيم. سلطانة لقينا روحنا نمشي في صحراء، شجر يطلع نار. يا لطيف. انت سلطانة قاعدة فوق الغيم، ابنتنا نور القلوب. ايه. تركب حصان ابيض. يا لطيف. سلطانة نحن قابل لوحدنا في صحراء. الله هي طول بالك طول بالك. ربي خير ان شاء الله ان شاء الله خير. هذا المنام مالك غير حمدان الرومي يفسر لك يا سلطانة. جيبوا حالين جيبوا. ايه تقبرني. ايه هدي حالك، هدي هدي هدي. يا هاد الورقة عطالي الحارس. ايه عطالي اللي انا بشوفه. شو فيك؟ كلمة السر وش فيها؟ شو؟ يسمعونا هادو يسمعونا عقل. يا ساتر يا ربي. عند أذان الفجر يفتح الباب وتخرج مع التاجر كلمة السر. كلمة السر نور هان، موعدنا أمام السور القديم. يا سلام، يعني بين إمتى بدنا نطلع؟ إيه نطلع، بس عندي شرط. شو؟ ما نخرش بالأحمر. لا خلينا نطلع وبشتري لك 100 حمار وحمار. حماري ما يسويش 1000 حمار من فاصل نص دينار نتاعك. شو رأيك؟ حول ولا قوة. ما نخرج. يعني شو رأيك؟ ما نطلع مشان حمارك؟ ما نخرج. حمار ولا ما نخرج؟ والحل برأيك؟ جيب لي حماري. أمان سلطانة. مولاي مولاي بهن عليك الآن يا مولاي. أنا قلقان. اقعد. عندما تجد حلما دشاش مش مضبوط تقلق. شو شايف مولانا؟ شايف أنا يا ربي أمان ماشي في الصحراء، شجر بيطلع نار، سلطانة قاعدة على الغيمة، نور القلوب نور القلوب راكب على حصان أبيض ونحن لوحدنا بالصحراء. مولاي شفت حالك بالليل ولا بالنهار؟ لا نهار. بالنهار. خير يا مولاي خير. في ناس بترد لك الشر وانت بتعرفهم يا مولاي. شو كزال ابو شنب؟ مولاي لقينا حي بالحديقة زت ولد وحياب يا مولاي. يا بتموت يا بترحل عن الشام.
يا جحا. لك قوم الله يرضى عليك يا جحا، هاي فرصة لنطلع من الحبس. الله يرضى عليك. قديش مرة قلت لك إذا خرجت بالحمار يتسمى أنا الحمار. لك مو أنت الحمار، أنا 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 الحمار. الحمار أحسن يفهمني لما نكلمه. إذا بيفهمك وبتفهمه وبيحبك وبتحبه وبتعزه وبيعزك بتلاقي قريبه نوعد سجن لشوفك يا قوم. يا ساتر. لك هذا أبو حميد لا تخاف. أبو حميد هذا عنده شخير ينوض فيل. ولا يهمك، شوف لك في شيء هنيك عم يتحرك. اه اذا كان عنده ديل واذنين هو. شوف شوف تفرج. ها قصير مثلي ما يقدر يشوف. طيب يا جحا والحل؟ الحل وش نقول لك، انا حماري اولا واخيرا. راح اعيط للحارس نشوف لنا اياه. يا حارس يا حارس. ولك شو بك انت وياه، ليش عم تصرخوا؟ شفت لنا شي حمار قدام باب المغفر؟ ايه في حمار صار له كم يوم عم ياكل وينام على الحبس. يا حمار انت وياه. يا ساتر الحقونا يا ناس. بابا ماما ماما شوفي شوفي لك يا اخي شوفي. انا حمدان الرومي. ايه طلبني ابوك يفسر له رأيه. ايه انا عم فسر له. ايه اجى الحارس وجاب له هالورقه. اراها من هون، اغمى عليه من هون، اريد امك كمان من هون، ولحقتها من هون. بابا روح. ابي ابي امي 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 ابي امي امان يا ربي امان. شوفي شو صاير شو صاير شو صاير. الله ربي الحمد لله الحمد لله. من الورقة يا حرس. يا سجان يا شرطة سكروا باب القصر، لا تدعوا أحدا يدخل. يا سجان يا عسس هيا. اسمح لي روح يا مولاي. اذهب اذهب بوم أنت بوم. أمان يا رب يا أمان يا رب. إذا ما بنسيك اسمك يا سلطان. وهلأ شو بدك يانا نعمل معلم؟ انشغلي بكل الشوارع إنه سلطاننا أجار باع الفوقاني وجن على الخالص. فكرة هايلة. حريق. إذا ما بنسيك اسمك يا سلطان من وراء فتت لعبة يا سلطان. نوران جحا. نوران جحا اسمع كلمة سر نوران. سمعتها انت؟ ايه انا سمعتها. يلا اخرج انت الاول. لا انت بالاول يا ولدي. اخرج انت الاول يا اخي. انت ضيفنا بالشام ما بصير، انت بالاول يا ولدي. ما نخرج بالحمار ينا يا اخي، هلا بنشوف حمارك برا. يلا قوم سر شوي شوي بس. على مين؟ على هامان وهامان يا فرعون فرعون. يلا يلا وهي حمارك يا جحا. روق صار سليم. شوف عند ضلاعه واحد واحد ما في شيء. شكرا. ليش خايف انت؟ شكرا شكرا. هذا حماري العزيز، كل يوم نقول كلا ولا ما كلاش، شرب ولا ما شربش، طلع نحلم به نهوتر به. والله خيلتني يا جحا والله خيلتني. حمار وبتحبه بهالشكل، لو كان بني ادم شو كنت رح تساويه؟ هذا حماري حيوان صادق، اما الانسان فهو شرير. اسمع لقلك مختصر مفيد، انا بعرف الشام حاره حاره ودخلي دخلي وزابو زابو وشبر شبر. بعرف بيت مشي لأخذك عليه. لوين؟ بيت بعرفه ما حدا بيعرفه غيري أنا، بنمضي الليل فيه والصباح رباح. وحماري؟ منخصص له غرفة وصالون وحمام، شو رأيك؟ يعطيك الصحة. يلا يعافيك. أبي شو مكتوب بالورقة؟ ابنتنا حبيبتي كلام تافه لا تشغل بالك. حبيبتي صارت الدنيا الفجر، روحي نامي.
لو كان كلام فارغ يا حضرة السلطان ما طلبته حمدان الرومي. أبي ما أنا بنتك الوحيدة، طيب مو من حقي أعرف؟ مع حق تقبرني، هي بنتك الوحيدة إلا الحقيقة. سلطانة سلطانة، إنها صغيرة لا أريد أن أتعبها معنا. يا ربي يا ربي يا ربي، طيب إذا أنا ما تعبت معكم ما مين بدي أتعب؟ بصراحة في ناس زعران وبلاد حرام بعتي لنا رسالة تهديد، إما الرحيل وإما الموت. رحيل لوين؟ ما منعرف، المهم نرحل عن الشام. الله ربي، أقسم بالله العظيم لن أرحل إلا على جثتنا، أقصد جثتنا. وأنا معك يا أبي. وأنا شو نسيتوني؟ جثتنا جميعا. شو كزال ابنتنا، هيا مولاتي. بسرعة بسرعة احكي لي يا انت شو صار معكم؟ استنينا كتير وما حدا اجا. والرسالة تبلغت على الوقت؟ فتحنا الباب بالوقت المناسب. يعني خدعونا. نستنى للصبح وبنشوف يا مولاتي. نستنى للصبح. هذا هو زهرك يا شحا، جيت 9 ضيعت 9، جيت تبحث على كتاب كشف الغمة في معرفة أحوال الأمة، قبض عليك السلطان ناصر الدين والدولة عبد الجبار ورماك في الحبس، لقيت روحك مع اللي يسوى اللي ما يسواش. الله الله يا شحا، ضربت عليك الأيام وتحبست بتهمة باطلة، متواطئ مع أبو الشنب أبو الشلاغم السلطان اللي فرح بيا لما خلصت له الناس من الضحك. أنا الراجل اللي عمري ما طيحت دمعة. صح، معليش ماكش راجل إذا ما قبضتش على أبو الشنب هذاك ما قدمتوش للسلطان دليل براءتك. وهي شحا، كوب النار في جنابك حتى تتذكر الشي اللي صرالك. راك عايش في بلاد ما تعرفهاش، صح ناسها طيبين، لكن انا توحشت لونجا داري وحماري، توحشت القريه وناسها طيبين. الشام صح حلوه لكن بلادي احلى، على خاطر فيها الناس اللي نحا. يا جحا جحا جحا، يا صباح الخير. صباح الخير. شو تأخرت وحماري؟ وراح ولا يهمك، صار له ساعة عم يستناك. تفضل. شلون نمت مليح؟ لا بس لا بس. ايه الحمد لله. بس صح لو كان نخرج بهذه اللبسة رح نكشفوا أمرنا. ولا يهمك، أنا حضرت لك ملابس جديدة، هلأ بتطلع تاجر من بلاد الهندي والسند. تاجر من الهند؟ بالضبط، من بلاد الهند والسند. يعني مهرجة بهارات؟ أهي. طيب أنا شو بدي صير؟ تاجر. إيه مو بالأساس أنا تاجر، بدي شغلي أحسن. شهبندر التجار. إيه معقول، شهبندر التجار مقبول. تركني بحالي يا سعادة الوالي، تركني بحالي يا سعادة الوالي، سرقت عمري وأهلي ومالي، سرقت عمري وأهلي ومالي، يا ولي رحمينا خبز
خبزك طعمينا يا ولينا حمينا خبزك طعمينا جبنا وشقينا ما عاد يكفينا جبنا وشقينا ما عاد يكفينا خبزك يا والي والله اشتقت لك كتير يا معلم والله السجن بدونك ما له لا لون ولا طعمه عم تشتهي لي اياها ولا ابو حميد لا 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 يا معلم لا مو هيك قصدي قصدي كنت بتمنى لو كنت جنبنا خارج السجن يعني هربنا مع جوحة وشهبندر التجار تركته ينفض شو نعمله يعني هرب مع التاجر الجحا هذا لك يا معلم هذا زلمة تعبان وعايف التنكة تبعه كل همه يلاقي كتاب قال شو ألفه جده اسمه رحلة الأمير من الهند لكشمير تنزلوا هلأ عالشام وما بشوف خلقكم إلا وجحا مشحوط معكم حاضر معلم يلا 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 يا مسيب لك قوم احراكم لعنك بهالمنظر وهي الاغراض اللي وصلتني عليهم شكرا صاحبي شكرا عفوا لحظة كيف هو اسمك اسمي انا اخوك نور الدين شهبندر التجار نور الدين عندك علاقة بنور القلوب يا نور الدين لا يستر عليك ما لي علاقة بحد انا المهم هلأ شو بدنا نساوي تسمعت في شوارع الناس بتقول كلام ان السلطان مهبول ومجنون وهذا الكلام ما يصدر الا عن واحد مجنون لك بتقصد مين شكون غيره بوشلاغم ابو شنب ابو شنب المهم هلا شو بدنا نسوي تتحضر لي شويه اعشاب اعشاب بهارات بهارات وعطور هنديه عطور هنديه على عيني ايه على عيني ايه على راسي تكرم شواربك يعطيك الصحه صاحبي أنا؟ سلطان هذا البلاد على شنو ربح؟ أنا مجنون؟ أمان يا ربي أمان كلام فيس حكي سيس الله أكبر على هالكلام مولاي شو بنا تقبرني؟ ناس هددوك بالموت أو بالرحيل يعني معقولة ما يحكوا عليك أي كلام؟ سلطانة أنا مجنون؟ أبي حبيبي نحن معك نحن مو معك مو معك ما تخاف خلص ما تخاف ما بصير علينا شيء ولا بصير عليك إن شاء الله ابنة الله سلطانة مولاي ابقوا معي لا أريد أن أرى حكيم ولا مستشار أنا ندخل عند السلطان وأنت استناني بعد نخبرك وأنا شو أعمل؟ أنت إيه أنت بعد ندخلك بطريقة سرية منيح كثير حلو روح دقا روح يلا يلا إيه بهارات بهارات أنا الحكيم شاشي كومار جيت نشوف السلطان إيه ممكن أشوفه؟ ما بتشوف حدا ان شاء الله مولاي مولاي في واحد حكيم هندي بده يقابل مولانا مين هذا الحكيم الهندي سلطانة كيف عرف اني انا مريض بركة يا ابي بركة يعني بيكون على ايده الشفاء ان شاء الله يا رب ابنتنا نحن مش مريض كلام سيس يا ابي ليش زعل طيب انا ما قصدي شيء انا قصدي القلب نور القلوب روحي شوفي مين هذا الحكيم الهندي حبيبي انت عقلك بيوزن بلد شبنا بهارات اميره ممتاز بهارات صباح الخير اهلا وسهلا ايه الناس في الخارج بتتحدث وتقول ان السلطان مريض اها السلطان مانو مريض السلطان تعبان نفسيا ممكن بهارات بهارات ممكن اشوفه اهي تفضل اسمك ايه يا حلوه اسمي نور القلوب اها نور القلوب اسم حلو بيت فيه فتاه جميله ما فيه مجانين اهي قلت لك ابي مو مجنون تفضل اهو الحكيم شاشي كومار مولاي اهي بهارات بهارات انا متخصص في عالم الجدب والسراء نحن مش مجنون بهارات بهارات نحن عارفين السلاطين لا يصيبهم الجنون ايه وانت شو جاي تعمل عنا اعطيله مشروب ينام يرتاح ايه ولا انت من جماعه ابو شنب
مين ابو شلغم؟ ابو شنب تاجر خضار بهارات. بهارات مولاي، انا متخصص في عالم الجدب والصرع. اسمح لي مولاي اهنيك، عندك فتاة جميلة جميلة جدا. اهي شاشيكو مارسيس، انت حكيم جاي يقدم شراب ولا يتغزل بالاميرة؟ لو تسمح لي يا مولاي اقوم بالعملين. اهي 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 سلطانة، هذا حكيم ظريف. مولاي انا حكيم دكار. طب تعال معي لنقوم بتحضير الشراب لمولانا السلطان. خليك يرتاح يا مولاتي، بهارات نور القلوب تكفي. يا ملعون، نور القلوب بتضل مع ابوها السلطان. شرف. تعالي ابنتنا. مرحبا معلم. لقيته جحا؟ ما خلينا محل الا ودورنا عليه فيه، ما كنا نلاقي بنوب. شو فص ملح وداب، يا انا يا انت يا جحا. ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمار. شالي يا جحا. بس وينكن؟ قصة جنون السلطان كل الناس مصدقينها. يعني ابو شنب سيصبح السلطان القادم بعد ايام. وانا الوزير. وانا القاضي. وانا شو؟ انت خراس. هات شوف احكي لي، كيف شفت لي حال السلطان؟ مولاتي انا ماني حكيم ولا طبيب، انا خدامكم جحا. يبعت لك 60 حمى، انا ما قلت لك انك ملعون؟ مولاتي السلطان سليم معافى، بوشلاغم يعني ابو شنب هو اللي ينشر اشاعات عن هبل وجنونه. لا ومو بس هيك، قال بيبعت لنا رساله تهديد بيكتب لنا فيها اما الرحيل او الموت. مليح ممتاز. اي بليك بقتلك ان شاء الله. شو هو المليح والممتاز؟ مولاتي خلينا نوقف الفخه. فخخك وحده تسهل امرك، فهمني فخ شو؟ تختفي انت والسلطان ونور القلوب في جناح من القصر، والباقي عليا. تقبريني. تقبر عداك الهي. اروح اروح واسمعني مليح وحل ودنيك يرحم والدي. هات لنشوف. شوف انت تحضر موكب السلطان اللي سافر خارج دمشق. ايوه بسيطه. ومين بده يكون السلطان دخيلك؟ ورايك شكون؟ انت. انا السلطان؟ طيب جحا ومين بده يكون السلطانه؟ السلطانه شوف لك اي دلاله في السوق وخلصنا. دلاله في السوق؟ فهمت عليه. وبعدين؟ بعدين تاخذ الموكب وتمر بجنب مغارة الديك. فاهم؟ طبعا فاهم. لو ماني فاهم رضيت اكون شهبندر التجار. يا سلام على راسي خالي. يعيش اخويا. هذا الجحا هبة من الله سبحانه وتعالى. ايه بس قصير شوي وبلدي. معلش تقبري امك، انت لسه صغيرة وما بتفهمي. على الحجر ما بيعجبك بجوز يفجك. عفارم سلطانة. جا نهارك يا ابو شلغم يا ابو شنب. لك يا عريفنا يا عريفنا تعالوا شوف. خير شباك؟ تعال شوف تعال. سمعنا لك خبر بفرحك كتير كتير كتير. هات لنشوف. هلا موكب السلطان طالع من الشام. ايه بصير ابو حسن. نعم. زين تحرالي القصه مزبوط. كيف لك عمال حالك واحد من جماعه السلطان وقلبك عم يتقطع عليه يا حرام. والله يا عريفنا انت داهي مصبره. على الحاره. حاضر حاضر معلم. السلام عليكم مولانا. يخرب بيتك يا جحا على هالعلقة اللي علقتني اياها.
يا مولاتي نحن في غاية الألم. تعرف إنه من أسبوع عم يتصرف مثل المجنون. لوين رايحين؟ رايحين على مصر، عم يقولوا فيها حكمة بيعالجوا من أمراض الجنون. الله يكون بعونكم وعوننا. آمين. شو الخبر؟ القصر بانتظارك مولاي السلطان. وهن لوين رايحين؟ على مصر. الحقني لقلك. افتحوا الابواب، افتحوا الابواب لمولانا السلطان ابو شنب. تفضل يا مولاي. النصاب حكم البلد. رح عينك وزير. وانت قاضي، انت رح تكون نديمي. عود. والله وقعت في الشبكة يا ابو شلاغم. ابو شنب النصاب يكذب كذبة ويصدقها. هذا انت. عفرين جحا، عفرين. واخيرا بعد 5 سنوات وقعت يا ابو شنب. يا محتال يا سيس. جحا بماذا تحكم عليه؟ مولاي لازم يشرب برميل من الياقوت ويقعد في السجن حتى يموت. حرس الى السجن. واحد سيس نصب هيا. عفارين جوها، عفارين جوها. ماذا تطلب منا يا جوها؟ مولاي لازم نفتش على كتاب رحلة الأمير إلى الهند وكشمير. طيب إذا ما حصلت على الكتاب شو رأيك تأخذ بداله بنتنا نور القلوب؟ مولاتي مكتوب حد ما يدي حد، كيف كل غريب نرجع لأهلي. بنتكم حلوة وزينة بجد، لكن لونجا زوجتي وحلالي. أصيل جحا، أصيل وحكيم، بارك الله فيك.